وسط تصفيق الحشود وعلى منصة التتويج، توج اللاعب القطري عبد الرحمن عبد القادر بالميدالية الذهبية، ورفع علم دولة قطر عالياً مرفرفاً في سماء لندن ضمن بطولات العالم للألعاب البارالمبية والتي تقام في ملعب لندن بالعاصمة البريطانية لهذا العام، حيث استطاع عبد الرحمن إحراز المركز الأول في دفع الجلة بجدارة. الحمد لله حققنا ميدالية ذهبية في مسابقة دفع الجلة في 34، وأهدي هالإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني تميم المجد، والحمد لله حققنا هالميدالية، وشعوري لا يوصف، وبعد مجهود كبير وكار في التمارين، والحمد لله جل هذا الإنجاز. وكان عبد الرحمن قد حاز على الميدالية الفضية في دفع الجلة في الألعاب البارالمبية في ريو بالبرازيل، وعبر عن سعادته بحصوله على الميدالية الذهبية في لندن، وسوف يركز على الألعاب البارالمبية المقبلة في طوكيو ليحصد الميدالية الذهبية هناك. لا يستطيع الفرد أن يصفه في الحقيقة في هذه المنصة الدولية، وفي ظل هذه الظروف الظالمة التي تتعرض فيها قطر، نرى إلى أن أبناء قطر الواعدين دائما نلاحظ إنجازاتهم الكبيرة والعظيمة في الحقيقة من خلال هذا المحفل الدولي، ونحن مسرورون إلى أن يعني حصولنا على هذه الميدالية الذهبية، ولأول مرة في تاريخ رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في دولتنا قطر. التمارين المتواصلة في الليل والنهار أثمرت في تتويج اللاعب القطري عبد الرحمن عبد القادر بالحصول على الميدالية الذهبية في رمي الجلة، ممثلا بلاده في المحافل الرياضية الدولية كي تصبح منصته الأعلى وليحافظ عليها في البطولات البارالمبية العالمية المقبلة. من ملعب لندن في العاصمة البريطانية، أبان حسين، الكأس.